السيوف الحالية. كلمة علي نهج البلاغة جاني وعكل جانب شرع الله جاني وصبغت علمها بالدموع القانية وتاريخها عتلة أحرف ثانية بالعلم عمرك بقصفوا من ثانية وباللام لحمك بطعموا للثانية وبالياع يا شو النبي لو شد
الفن الجميل اروح شوفت فقري وغنى نفسي اصيل وصغري كبر في طبع انساني نبيل وهم بعيوني حلم جيل بخلق جيل وطفلة كريم مشرد ونقم البخيل عيب الحكي بقصة سراجك هي يا زميل الشمس تحرق جناحي مستحيل مطمن الجهنم انا مبزور عاتا تنتهي ونرتاح من شاعر دخيل طريق مي وكيس طين بتنعي وجودي انت مين وابن مين ما انت الا طريق مي وكيس طين جهنم الحمرة بانتصارك يا حزين بعدتك عليها والعوض بالباقين نفتح معدن الكنز التمين تمشيك عام وضوع يرضي السامعين من حيث عم تنهى الشباب الطيبين وناصب على بواب تجهنم كمين خود النعاية اوعك صوت عشبين ودشر لزين محل ما خلقوا سنين ادم انا ابتدى نسل البنين وقت البداية والفضل للبادين وكل شخص منكم للبداية مرجعه والناس خلقوا رايحين كمين علق تنفتح عنبر الشعر التمين بمشيك عام وضوع يرضي السامعين خود النهاية وحك صلعت عشبين ودشر لزين محل ما بديو سنين ادم انا وفيه بدي نسل البنين اخلقت البداية والفضل للباقين وكل شخص منكم للبداية مرجع والناس خلقوا رايحين وراجعين ولما ابتدى يخالف اوامر خالقه وعمره انتهى